مرحبا بكم الناس الكل. مع شوية نتحدث عن المواجهات الكبرى في ملاعب أوروبا الليلة ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في رابطة الأبطال الأوروبية. لكن البداية من تونس، وأعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تأجيل تسليم لقب بطولة الموسم الماضي لترجي رياضي تونسي، اللي كان المفروض تسليم رمز البطولة يكون غدوة بعد مقابلة هلال الشابة، لكن بطلب من ترجي رياضي تونسي لتأجيل الاحتفال باللقب هذا، خاصة لأنه المقابلة جي وسط جمعة وحضور عدد كبير من الجماهير، ماهوش مضمون بأنه الناس تشتغل وتدرس. فترجي تونسي طلب أنه يتسلم رمز البطولة نتاعه في مقابلة الجولة السادسة ضد اتحاد طاوين، واللي جي في آخر الأسبوع، وهكا يضمن الترجي عدد أكبر من الجماهير وحضور جماهيري كبير يليق بالمناسبة دي. دونك بطلب من الترجي تونسي تأجل تسليم رمز بطولة الموسم الماضي من مقابلة هلال الشابة إلى مقابلة اتحاد طاوين في الجولة السادسة. حددت هيئة الاتحاد المونستيري تاريخ وموعد لمقابلة نهضة بركان، واللي تكون نهار الأربعاء 2 نوفمبر انطلاقا من 6 متاع العشية. حتى اللحظة ذي الاتحاد مازال ما تلقاش رد من الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة في خصوص الطلب اللي كان قدمه لتأجيل مقابلته ضد مستقبل سليمان يوم السبت القادم. رابطة الأبطال الأوروبية الجولة الخامسة، مواجهات مهمة الليلة بما أنه نحكيه على الجولة الخامسة بالضبط في دور المجموعات. المقابلات سالزبور النمساوي ضد تشيلسي، مقابلة بدأت 6:15 ونتيجتها بعد مرور 20 دقيقة لعب هي 0-0. كيف كيف دينامو زاغريب موجود في المرتبة الرابعة بأربع نقاط، يواجه ميلان ثالث ترتيب أربع نقاط. دونك سالزبور في المرتبة الثانية بسبع نقاط وتشيلسي في المرتبة الأولى بثمانية نقاط. لايبزيغ يواجه ريال مدريد انطلاقا من الثمانية، الفريق الألماني في المرتبة الثانية بستة نقاط، الريال في صدارة الترتيب بعشرة نقاط. ثمانية كيف كيف سلتيك غلاسغو رابعة ترتيب نقطة واحدة تقريبا خرج من لعبة، يلعب ضد شختار دونيتسك ثالث الترتيب بخمسة نقاط. FC سيفي وكوبنهاج ماتش وصل 20 دقيقة تقريبا، والنتيجة هي التعادل السلبي. الفريق الإسباني في المرتبة الثالثة بثلاث نقاط، كوبنهاج رابعة ترتيب كيف كيف بثلاث نقاط. انطلاقا من ثمانية زاد بروسيا دورتموند يواجه مانشستر سيتي، والفريق الألماني في المرتبة الثانية بسبع نقاط، السيتي في المرتبة الأولى بعشر نقاط. بنفيكا يواجه يوفي، بنفيكا ثاني ترتيب بثمانية نقاط. يوفي كما تعرفوا نتائج سلبية جدا الموسم هذايا في المسابقة هذه، موجود في المرتبة الثالثة بثلاثة نقاط، دونك المواجهة انطلاقا من ثمانية. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فان بوان.